سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. يجد الصحفيون في شتى بقاع العالم أنفسهم في مواجهة الفساد والسلطة المتغطرسة، بل منهم من يدفع بحياته إلى أقصاها بحثاً عن الحقيقة، ويواجه بما بالقتل أو بالرصاص. هؤلاء صحفيون أخلصوا في مهنتهم ودفعوا عن الحقيقة، وكانت نهايتهم مأساوية إلى حد ما، ولكن وراءها إرث تاريخي كبير في كشف الفساد وعيوبه، وفي كشف السلطة المتغطرسة وسلطة الاستبداد. إلى الصحفي الاستقصائي أنس أرمرياريو أنس، والذي شارك في تحقيق موسع في كشف الفساد في كرة القدم الأفريقية بالرصاص أثناء عودته إلى أكرا. وتسبب التحقيق الذي نشره الصحفي العام الماضي في فضيحة هائلة هزت أركان كرة القدم الأفريقية عن حجم الفساد الهائل والتلاعب بنتائج المباريات، مما أدى إلى فرض عقوبات شديدة من قبل الهيئة الدولية. أدى الصحفي الاستقصائي ثمنها بالقتل. الرقم 12 فيلم وثائقي متفجر صدر في يوليو 2018. حصر العشرة من الحكام الغانيين والقاريين، وكذلك العديد من قادة اتحاد غانا لكرة القدم، بمن فيه رئيسه، من خلال تقديمهم لرشاوي والحجم الفساد الهائل. أجبر قتلة خافير فالديز الصحفية على الانهيار قبل وفاته من قبل رجلين مقنعين أغلق طريقه في سيارة بيضاء. تحدث الضباط مع الضحية دقيقة أو دقيقتين، وفقا لشهادات شملت التحقيق في مكتب المدعي العام. كانت تلك هي صورة تجار المخدرات في المكسيك. جت الصحفي على ركبتيه ويديه على فخذيه وقبعة على رأسه، وطلق فالديز في وقت لاحق 12 رصاصة. في كوليكان عاصمة سيلانيو بالمكسيك ومسرح الجريمة، حيث يعمل الصحفي، فقط هناك 9% من كاميرات المراقبة بالفيديو. لم تقم الحكومة المحلية بصيانة المعدات منذ أكثر من عام وفقا لسلطات الإدعاء، مما زاد من صعوبة الحصولات على المشتبه بهم. وعثرت الشرطة على السيارة البيضاء المهجورة على بعد عدة كيلومترات من مكان القتل. قام المسؤولون والذين أمدوا صحيفة لا خورنادا، إحدى الصحف التي يشتغل بها فالديز، بأن الصحفي وصل يوم الاثنين في تمام 9 صباحا واجتمع مع طاقم الصحيفة، وكان يواصل كتابة قصة عن احتجاجات المعلمين في كولوكوليان من أجل الجريدة. غادر فالديز الصحيفة عند الظهر وصعد إلى كورولا، وتقدم في شارعين وسط دار يسار، حيث اعترض شخصان طريقه بسيارة بيضاء وأردوه قتيلا. مقتل جمال خاشقجي هي عملية قتل أو اغتيال وقعت في 2 أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. ظل مقتل جمال خاشقجي غير رسمي حتى صدر بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018 أثبت الحادثة وكشف عن ظروف الوفاة. أدت الحادثة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة السعودية على رأسهم أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات، إضافة إلى عزل سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه، وتشكيل لجنة
برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة بالسعودية. انتقل صباح 20 أكتوبر تشرين الأول 2018 في السعودية إثر عملية الاغتيال 18 شخصا سعوديا على ذمة التحقيق، بينما حقق مع 3 متهمين آخرين حتى تاريخ 15 نوفمبر 2018. وأعلنت المملكة عن التزامها بتقديم جميع المتهمين إلى العدالة وبمحاسبة جميع المتورطين بالحادثة. فيما أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي عن مواصلة المتحدة لمتابعة التحقيقات على المستوى الدولي في مقتل جمال خاشقجي، وقد رحب الرئيس الأمريكي بالإعلان السعودي. فيما أعلن مصدر سعودي لريترز أن ولي العهد السعودي لم يكن لديه أي علم بعملية خاشقجي، كاشفا عن عدم وجود أي أوامر بقتله أو حتى بتحديد خطفه، ولكن هناك أمر دائما من رئاسة الاستخبارات بإعادة المعارضين للمملكة بحسب تعبيره. وصرح ولي العهد نفسه في مقابلة سابقة: ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق أو ربما ساعات، لست متأكدا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية. وتوالت ردود الفعل الغاضبة من كل بقاع العالم بإدانة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة بشعة وغير إنسانية، لا تراعي حقوق الصحفيين ولا تراعي القيم الإنسانية، عن أعزل دخل السفارة وتم التنكيل به حتى الموت. توفيت الصحفية ماري كولفين في 22 شباط فبراير إلى جانب المصور الصحفي ريمي أوتشليك. قد خلص تصريح أجرته الحكومة السورية في دمشق إلى مقتل ماري كولفين عبر عبوة ناسفة بدائية صنع مملوءة بالمسامير. ادعت الحكومة أن من سمتهم بالإرهابيين قد زرعوا العبوة الناسفة في نفس يوم مقتل ماري، وذلك أثناء فرارهم من مبنى إعلامي غير رسمي قصفه الجيش السوري. رواية النظام هذه كذبها المصور بول كونوري الذي كان رفقة كوفلين وأوتشليك ونجا من الهجوم بأعجوبة، ليروي ما حدث قائلا أن ماري كولفين وأوتشليك كان يحزمان معداتهما عندما أصابت نيران المدفعية السورية مركزهما الإعلامي. لقد أفاد الصحفي جون بيير بيرين بالإضافة إلى مصادر أخرى أن هذا المبنى الذي كانت تتحصن به ماري كولفين بداخله قد استهدف من قبل الجيش السوري، وقد تم التعرف عليه باستخدام إشارات الهاتف عبر ساطع. الجدير بالذكر هنا أن فريق ماري كولفين كان يخطط لاستراتيجية الخروج قبل أن يتم استهدافهم مباشرة. عثر على ممتلكات كولفين في المكان الذي فارقت فيه الحياة، حيث كان معها حقيبة ظهر بها بعض المستلزمات الأساسية بالإضافة إلى مخطوطة مكونة من 387 صفحة كانت قد حصلت عليها من صديقتها جيرالد ويفر. في مساء يوم 22 فبراير 2012 أقام أهل حمص حدادا في شوارع على شرف كولفين وأوتشليك، كما تم تكريم كولفين بعد وفاتها. أقيمت جنازتها في أويستر باي بمدينة نيويورك في 12 آذار مارس 2012، وقد حضر الجنازة نحو 300 شخص. أحرقت جثتها ثم رمي نصف رمادها قبالة لونغ آيلاند والنصف الآخر على نهر تايمز بالقرب منزلها. وفي يوليوز تموز 2016 رفعت كات كولفي شقيقة ماري كولفي دعوى مدنية ضد الحكومة السورية متهمة إياها بالقتل خارج نطاق القانون، كما أكد محامي الأسرة حصولهم
على دليل يدين الحكومة السورية باعتبارها التي أمرت مباشرة باغتيال الصحفي كولفي. ورفع الاتهام عن تلك الاتهام في نيسان أبريل 2018، وذلك بعد تقديم كل الأوراق للمحكمة التي قضت في كانون الثاني يناير 2019 بأن الحكومة السورية مسؤولة فعلا عن وفاة ماري كولفين، عامرة إياها بدفع 300 مليون دولار كتعويض عقابي. ومما جاء في الحكم أن كولفين كانت مستهدفة على وجه التحديد بسبب مهنتها، وذلك لغرض إسكات من يكتبون عن حركة المعارضة المتنامية في البلاد. إن قتل الصحفيين الذين يعملون بصفتهم المهنية يمكن أن يكون له تأثير مخيف من حيث الإبلاغ عن مثل هذه الأحداث في جميع أنحاء العالم. إن قتل مواطنة أمريكية والتي لم يكن عملها الشجاع مهما فحسب، بل أيضا أمرا حيويا لفهمنا لمناطق الحرب والحروب عموما، يعد أمرا شائنا. وبالتالي فهناك حاجة إلى تعويضات عقابية تضاعف تأثيرها على الدولة المسؤولة. في عام 2018 صدر فيلم يحكي حياة ماري كولفين بعنوان حرب خاصة من إخراج ماتيو هاينمان وتأليف آرش آمل وبطولة روزموند بايك في دور كولفين، وذلك بالاستناد إلى مقالة كانت ماري قد كتبتها في مجلة فانيتي فير بقلم ماري بيل. ولدت مارغريت بورك وايت في 14 يونيو 1904 في حي بروناكس بنيويورك لأب يهودي وأم إيرلندية. درست في جامعة كولومبيا في نيويورك حيث أصبحت مهتمة بالتصوير. تزوجت من إيفريت شابمان عام 1925، لكنها تطلقت بعد ذلك بعامين، والتحقت بمعهد التعليم العالي وتخرجت من جامعة كورنيل عام 1927. وفي العام التالي انتقلت إلى كليفلاند حيث عملت كمصورة لشركة أوتيس ستيل، والتحقت بمجلة فورتي عام 1929، وقامت برحلة إلى الاتحاد السوفيتي عام 1930. تم تعيينها من قبل هنري لويس كمصورة صحفية لمجلة لايف بعد تعاونها مع مجلة في الفرنسية. وتزوجت من الروائي أرسكين كالدويل، وبقي معا في الفترة ما بين 1939 إلى 1942، وعملت كمراسلة حربية خلال الحرب العالمية الثانية عند عودتها إلى الاتحاد السوفيتي، ووجدت ملجأ في السفارة الأمريكية في موسكو وقت الغزو الألماني. وصورت العديد من الجبهات داخل الصراع في شمال إفريقيا وإيطاليا وألمانيا، وتتبعت الجنرال جورج سين بانتون في ألمانيا المهزومة، والتقطت العديد من معسكرات الاحتقال. سافرت إلى الهند حيث قابلت غاندي قبل اغتياله في 30 يناير 1948، وغطت الحرب الكورية من وفضاحتها بحثا عن الحياة. توفيت في 27 أغسطس 1971 في ستانفورد بكونكت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إرث طويل من الصور الخالدة والتضحيات الجسيمة، بحثا عن إنسانية هنا وهناك. روبرت فيسك من أكبر الصحفيين المخضرمين بمنطقة المشرق العربي، ولد 12 يوليو 1946، صحفي مخضرم بريطاني يعمل لمنطقة الشرق الأوسط لصحيفة الاندبندنت البريطانية الشهيرة، وهو يعيش حاليا في بين بيروت ولبنان. ويعتبر فيسك من أشهر مراسل حربي غربي خلال 30 سنة الماضية من خلال تغطيته لأبرز الأحداث منها الحرب الأهلية اللبنانية، وكان شاهدا
على فداحة مذبحة صبرا وشاتلة والثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية ومجزرة حماس وحرب الخليج الأولى وغزو العراق سنة 2003 ومذبحة قطاع غزة ما بين 2008 و2009، ويعتبر من المراسلين الغربيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع أسامة بن لادن، ويعتبر فيسك من المعارضين لسياسة بريطانيا ولأمريكا أو ما أسماها بالأنجلو ساكسونية. له كتاب بعنوان الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة، السيطرة على الشرق الأوسط، وكتاب آخر ويلات وطن، وهو كتاب عن الحرب الأهلية اللبنانية والغزوتين الإسرائيلية للبنان عام 1978 و1982، كان شاهدا عن فضاحات الحرب وويلاتها وانتصر للقيم الإنسانية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.